رحنا الآن متواجدين في الطريق الرابطة بين مدينتي بركان وأكلين. في الفيديو السابق كنت درت واحد الجولة داخل شوارع وأزقة مدينة أكلين. أكلين التي تعتبر واحدة من الجماعات الحضرية، وهي واحد المدينة صغيرة اللي كتنتمي لإقليم بركان. في هذا الفيديو إن شاء الله دي نعطيكم مجموعة ديال المعلومات عن الإقليم ديال بركان، وعلى عدد الجماعات ديالو والأسماء ديالها والتقسيم ديالها، سواء كانت جماعات حضارية يعني كتنتمي للمجال الحضاري، وأيضا الجماعات اللي تنتمي للمجال القروي. نبدأ بأكليم. أكليم هي واحد المدينة اللي ضمن إقليم بركان، تعتبر واحدة من الجماعات الحضارية اللي كاينة في إقليم بركان. عدد السكان ديالها 9695 نسمة، يعني تقريبا 9700 شخص. هذه المعلومات حسب الإحصاء الأخير اللي دار في سنة 2014. الطريق ديال الأكليم كتميز بالمناظر الطبيعية الرائعة، لأن مجموعة ديال الجنانات اللي كاينين على اليمين واليسار كيعطي واحد المنظر رائع، وخصوصا في الفترة ديال الأمطار إلا كان العام مزيان كتكون مناظر رائعة في هذا الطريق، وغادي تنسى الطريق ديالك وتستمتع بالمناظر الطبيعية. في الطريق نحو مدينة بركان غادي تلقى الجماعة ديال بوغريبة، اللي هي واحدة من الجماعات القروية اللي كاينه في إقليم بركان، وتعتبر أكبر جماعة من حيث عدد السكان في الجماعات القروية، حيث يبلغ العدد ديال السكان ديالها 20513 نسمة حسب الإحصاء ديال 2014. بالنسبة للجماعات الحضارية كاين 6 ديال الجماعات حضارية في إقليم بركان، والجماعات القروية كاين 10 ديال الجماعات قروية، المجموع هو 16 جماعة حضارية وقروية. الجماعات الحضارية هي أحفير، عين الرقادة، أكليم، بركان، السعيدية، وسيدي سليمان شراعة. بالنسبة للجماعات القروية كاين أغبال، فزوان، العتامنة، ماداغ، بوغريبة، الشويحية، ريسلان، سيدي بوهرية، وأخيرا تافوغال توزكزل. بالنسبة لأكبر جماعة من حيث عدد السكان بالنسبة للجماعات القروية قلنا هي الجماعة ديال بوغريبة، حيث يبلغ عدد سكانها 20513، واللي جاية في المرتبة الثانية وهي الجماعة ديال زكزل، حيث يبلغ العدد ديال السكان ديالها 16137 نسمة. وأصغر وحدة من حيث عدد السكان هي الجماعة ديال تافوغالد، حيث لا يتعدى عدد سكانها 2735 نسمة. بالنسبة للجماعات الحضارية طبعا أكبر جماعة وهي جماعة بركان، حيث يبلغ عدد السكان ديالها 109237 نسمة. وأصغر وحدة من حيث عدد السكان في الجماعات الحضارية هي عين الرقادة، حيث لا يتجاوز عدد سكانها 2694 نسمة. فيما يخص مجموع السكان، إلى جمعنا الجماعات الحضرية والقروية في الإقليم كامل ديال بركان، العدد هو 289137، يعني تقريبا 290000 نسمة. هذا الشيء كامل من الإحصاء الأخير اللي دار في سنة 2014. نتمنى أنكم تكونوا استفدتوا معنا من هذه المعلومات عن الإقليم ديالنا اللي هو إقليم بركان، وأيضا استمتعتوا معنا بهذه المناظر الجميلة اللي كاينة في الطريق ديال أكليم، والطريق الرابطة بين مدينتي بركان وأكليم.
الناس اللي تشاهدنا الأول مرة ما تنساوش أنكم تشتركوا بالقناة، بارتجوا هذا الفيديو باش تعم الفائدة للجميع من يشاهد هذا الفيديو، وكملوا معنا الفيديو حتى الأخير مع مدخل مدينة بركان. هذا هو المدخل ديال مدينة بركان. كما راكم تشوفوا معايا رحنا في المنطقة ديال جماعة سيدي سليمان شراعة. المدخل ديال مدينة بركان من تكون جاي من أكليم، صراحة المدخل ولا معدل بزاف. راكم تشوفوا معايا الطريق كي دايرة، اذا هنا الخوت الى طرت على اليسر. المهم هذا الحي اللي راه يبان لكم هو اللي مسمى بمقعد الراس، هذا هو الحي ديال مقعد الراس. صراحه واحد المره في لي كومونتير شحال من واحد كان طلب مني جوله في هذا الحي، وكنت درت واحد الوقيته واحد الحي، كنت درت واحد الوقيته هذا الحي يعني جوله فيه، هذه مده الصراحه. هذا هو الحي ديال مقعد الراس، هذو هما الازقه ديالو، تقريبا هذه هي الزنقه الرئيسيه. صراحة مزينينها بهاد الشجر زعما، الصراحة يعني مزيان من مخلين هاد الشجر هنا، عاطين واحد المنظر جميل، وفي نفس الوقت كيعطيو واحد الظل في هاد البلاصة. وهذه الحاجة اللي دايما كنأكد عليها، وهي أنهم خص يخليو بحال هاد، يعني خص يخليو الأشجار في مجموعة ديال الأزقة ديال مدينة بركان بصفة عامة. نشوفوا واش ندورو هنا على اليسر مع هاد الزنقة، واخا ندورو مع هاد الزنقة شوية صغيرة. هاد الزنقة هادي ديال مقعد الراس، وتحية للسكان ديال هاد الحي. طبعا إلا كان شي حد كيتفرج فينا عنده العائلة هنا ولا ربما سكن هنا، تحياتي ليه. هذا هو الحي الخوت ديال مقعد الراس، هادي واحدة من الأزقة ديالو، راه فيه شي زناقي صغار شوية راكو عارفين، كاينة واحد الزنيقة هنا ما عرفتش فين غادي تخرجنا هاد الزنقة. كاينة واحد الزنقة على اليمن، لي دودان دايرينهم كبار. هادي راه ماشي دودان، هادي جبل. راه خرجنا تقريبا، ولينا لديك الطريق ديالنا الكبيرة، ولينا لها. اذا هذا الخوت كما قلنا واحد من الاحياء ديال جماعه سيدي سليمان شراعه. هاد الطريق غادي تخرجنا في ديك الرومبوا اللي كتدي للمرجان، الطريق التحتانيه هي الطريق ديال اكلين طبعا. يعني هذه شحال كانت الطريق ديال الناظور، هذه الطريق القديمه، من بعد داروا ديك الطريق الجديده، ولكن هذه كتفوت في وسط اكلين هي اللي جينا معاها. وطبعا الا كنت متوجه للناظور تقدر تفوت الطريق الاخرى الجديده كتكون موسعه اكثر. ديك الطريق شويه طويله على هذه، الا بغيت يعني هذيك شويه طويله، ولكن الحاجه اللي مزيانه فيها ان فيها جوج ديال الطرقان، يعني فيها دوبل فوا ودوبل فوا عاود جايين، ماشي بحال هاد الطريق راكم شفتو كتكون مضيقه شويه. اذا هذه الرومبوا ديال المرجان، اذا هذه هي الجوله ديالنا الخوت لهذا اليوم. باش ما نطولش عليكم بزاف، نتمنى انكم تكونوا استمتعتوا معنا، شفتوا معنا الاجواء في مدينه اكليم. من بعد جينا في الطريق الرابطه بين مدينه اكليم ومدينه بركان، وراكم تشوفوا راه الدعوه مغيمه هذا النهار، الدعوه مغيمه الصراحه. قبيله كانت الشمس، ولكن راكم عارفين ماشي ديك الحراره، الجو مبرد. هو مرجان، هو هذا، احنا بالقرب من مرجان. هذا هو مرجان الخوت، الباركينج ديالو. وراه اون فاس ليا مرجان ديال بركان. نلتقي في فيديو مقبل ان شاء الله، جولة جديدة في مكان جديد. الى اللقاء.